بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم درنا بيتزا كبيرة بحجم عائلي اللي كتجينا لذيذة بزاف، كديت تحضريها دفعة واحدة. نتمنى تعجبكم. بلا ما نزيد نطول عليكم الفيديو، فرجة ممتعة. أول حاجة غادي نديرو المقلة ديالنا تسخن. درت تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت، فين غادي نقليو البصلة والفلفلة. بالنسبة للبصلة قطعتها هكا دورات أو هلالات كيف كتشوفوا، كتجينا هكا رقيقة، كتجي زوينة. غادي نديروها في المقلة بما تشحر حتى كيتغير اللون ديالها، وغادي نحيدوها. بالنسبة للتوابل غادي نزيدو غير مليحة وبزار، تقريبا نصف ملعقة صغيرة الملح وربع ملعقة صغيرة ديال البزار. غادي نخليوها تقلى تيتبدل لينا اللون ديالها حتى كتولي شفافة. كيف كيتبدل لينا اللون ديالها كيف كتشوفو كتولي شفافة. صافي غادي نحيدها ونديرو الفلفلة. غادي نحطو الفلفلة اللي قطعناها من قبل، قطعناها كخطوط طويلة أو خيوط طويلة بحال هكا، كتجينا زوينة فاش كتقلى لينا. حتى هي غادي نزيد عليها الملح والبزار، وغادي نديروها تشحر حتى كتشحر لينا وكنطفو عليها. غير كتقلى شوية وغادي نطفو عليها ونكملو باقي التحضيرات. كنبداو نخليو فيها، كنديو نجيبوها حتى كتولينا بهاد الشكل. صافي دابا راها طابت، غنخليوها جانبا وغادي ندوزو لتحضير الكفتة ديالنا أولا اللحم المفروم. في نفس المركلات غادي نديرو فيها الزيت. وبالنسبة للكفتة، قبل ما ندير الكفتة غادي نقول لكم التوابل اللي غادي ندير. عندنا الملح، ربع ملعقة صغيرة البزار، نصف ملعقة صغيرة ديال بودرة الثوم مجفف، وربع ملعقة صغيرة ديال الكاري إلا كان متوفر، ربع ملعقة صغيرة ديال سكينجبير، ونصف ملعقة صغيرة ديال قزبور يابس، ونصف ملعقة صغيرة ديال تحميرة أو بابريكا. هادو هما المقادير اللي ديجا درتهم في الكفتة اللي عطرتهم بها من قبل. بسم الله. غادي نحطوها في المقلاة وغادي نزيد عليها التوابل، وغادي نحاول ندخل فيها التوابل كما كنخلطوها في المقلاة على نار مهيلة بزاف. حيت غادي تجينا مفرسة من فوق هاديك البيتزا. تقدرو ديروها كويرات على حسب الذوق ديالكم. أنا غادي نبقاها هكا ندير حتى غادي تفرتس ويدخلو فيها التوابل مزيان. كنبداو نخليوها هكا في هاد البيتزا كتطيب، كنبقاو نفرتسوها كنديوها ونجيبوها هكا في المقلة وصافي كتبان لينا بلي طابت. غادي نطفو عليها ونكملو باقي التحضيرات. بالنسبة للدقيق الأبيض عندي كيلو، وهنا عندي فينو دقيق القمح أولا دقيق السميد اللي رقيق. درت كاس فقط ديال هاد الفينو، وغادي نزيد عليهم رشة ملح وملعقة ديال السكر سنيدة. وهنا عندي خليط ديال الخميرة الفورية أو خميرة الخبز اللي درت معلقة صغيرة ديال سنيدة ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الخبز، وكنزيد واحد شوية الماء تقريبا واحد جمعة كبار
وخليتهم حتى كتدير لينا هكا كتباعد. غنزيدو هاد الخليط، غادي نزيد واحد ملعقه كبيره ديال الزعتر اللي كينسم لينا هاد العجين ديالنا، وغادي نزيد واحد جوج معالق ديال الزيت النباتي، وما بقى لينا غير نخلطو هاد الخليط بالماء الدافي حتى كنحصلو على عجينه اللي هي رطبه. هذا هو شكل العجين بعد ما جمعناه، كيف كتشوفوها راه رطبه. صافي كنجمعوها، غادي ناخذ واحد الكيس بلاستيكي اللي دهناه من داخل، دهناه بالزيت، وغادي نديرو نوضعو وسطو العجين ونخليوها تخمر، نخليوها تخمر وترتاح ونتلاقاو من بعد. هذا هو شكل العجين ديالنا بعد ما خمر. تقدروا ديروه في الثلاجه الا كان الحال بارد باش يكمل الاختمار ديالو بلا ما تحمض لينا العجين. دابا غادي نسرحوا العجينه ديالنا في سطح العمل. هذا هو شكل العجين بعد ما سرحناه. دابا مبقى لينا غير نديروه في لاطا اللي ديجا وجدنا. بالنسبه للاطا غادي ندير ورق الزبده وندهنو بالزيت ونحطو العجين ديالنا فوق هاد اللاطا. بعد ما كنسرحوها كنثقبوها بالفرشيط كامله وكندخلوها للفران تنشف شويه باش ما تشربش لينا لاصوص اللي غادي نديرو فوقها. بالنسبه للعجين كنشكلوها بالشكل اللي بغينا، سواء بحجم عائلي اولا فردي بحال هذه درناها دائريه، وتقدروا ديروها صغير صغيرين على شكل فردي. بعد ما كنخرجوا البيتزا من اولا العجينه البيتزا من الفران راه كتنشف لينا مزيان. صافي دابا مبقى لينا غير نديروا لاصوص. بعد ما درنا لاصوص طوماط اللي تقدروا تحضروها اولا تقدروا تشريوها وتستعملوها. ثاني حاجه غادي نديروا الفلفله والبصله اللي حضرناهم مع بعض. غادي نديروا البصله هي اول حاجه، غادي نرشها على هاد الوجه ديال البيتزا كامل. فاش كنديروا هاد البصله بهاد الطريقه كتجينا بنينه بزاف ورائعه. وغادي نزيدوا الفلفله اللي حضرنا حتى هي، غادي نحطوها بشكل متساوي على هاد البيتزا اللي درناها بحجم عائلي كبيره. كنوزعوها على وجه البيتزا كامل، وغادي نجيبو الكفته حتى هي اللي حضرنا من قبل، وغادي نبداو نوزعوها على وجه البيتزا بهذا الشكل. خلينا اهم حاجه عندنا وعند الدراري الصغار وهو الفرماج اللي غادي نديروه من الفوق. قبل ما ندخلها للفرن غادي ندير واحد الرشيشه خفيفه ديال الزعتر اللي كتعطي واحد الاضافه اللي زوينه، وكتجينا الريحه ديال الزعتر في هذه البيتزا. ما بقى ليا غير ندخلها للفران ونتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، كتجي لذيذه بزاف وبحجم عائلي كيف كتشوفوا معايا. الى عجبتكم ما تنساوش من باش ديروا ليا لايك باش تزيدوا تشجعوني، وغادي نزيد نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها. هذا هو الشكل ديالها كي كتجينا لذيذه بزاف، نتمنى انه ديروها وغادي تعجبكم، انا متاكده من انها غتعجبكم. كتجي لذيذه، وحتى الوصفه اللي عطيتكم ديال الكفته تقدروا ديروها مع الساندويش، زعما تعتمدوها في وصفات اخرى ولا في مسمن اللي محشو. وكيف كتشوفوها هي طايبه لينا حتى من اللور، كتجينا لذيذه بزاف. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايك، والبنات جداد ضغطوا على زر الاشتراك باش يجيكم دائما جديد الوصفات الاقتصاديه ديالي. الى الملتقى ان شاء الله، الى اللقاء، سلامه.